بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أقدم لكم، اليوم وصلني أنا الآن في ولاية فلوريدا الأمريكية. اليوم شرينا مايكروسوفت سيرفرس برو 4، فنفتح الصندوق إن شاء الله بإذن الله لكم. واشترينا الكيبورد الجديد اللي يجي بالبصمة، اللي يجي بالبصمة طبعا. نفتح الصندوق الآن. طبعا جهاز مواصفاته خيالية جدا، بيختلف عن البرو 3 اللي هو شاشة أكبر، وزن أخف. شو اسمه، شوف هذا الجهاز، نحيف السماكة جدا سميك. هذا الجهاز طبعا لسه جديد. طبعا هذه بتفتح طبعا كاميرا أمامية وكاميرا خلفية. الجهاز طبعا تمشي معك كل النواحي، هذه تمشي معك إلى 180 درجة، زي ما تبي تمشي معك إلى 180 درجة. جهاز جدا جميل. طبعا نفتح الكيبورد الآن اللي بيجي معه. طبعا هنا القلم، القلم حق الجهاز بيجي يمسك مع الجهاز كذا، جدا حساس القلم، يشتغل معك لمدة سنة ما يشحن، بعد السنة تغير طبعا، تشحن أو تغير القلم. طبعا هنا ناخذ الآن نستلم شو اسمه الكيبورد حق الجوبرو اللي هو مايكروسوفت برو 4. هذا أنا الجاي الجديد اللي يجيب البصمة. طبعا نفتح لكم، هذا الكيبورد طبعا حق الجهاز. هنا يجي التعليمات، كتيب التعليمات هنا، الشواحن تجي هنا، هذه الشواحن هنا طبعا تجي معه. هذا الجهاز بيمسك هنا. Yes, everything is good. I'm just explaining here. Thank you. I'm explaining to my video, to my channel here. Okay. طبعا هذا اوكي. طبعا هذه هنا الكيبورد. تيك يور تايم. هذه البصمه، هذا الجهاز طبعا تيجي يتقفل. طبعا يجي بعده الوان، ازرق، احمر، اسود. طبعا اخترت اللون الاسود اللي هو الافضل. طبعا هذا الجهاز لسه بنشغله شويه. طبعا يجي ويندوز 10. وهذه كل المواصفات. بشغل الجهاز بعدين ان شاء الله بعطيكم فيديو ثاني ان شاء الله باذن الله عن الجهاز. طبعا هذا القلم تكتب فيه وتسوي فيه. شاكر لكم، معكم حمود الحويطي، مع السلامة من مدينة ضبة.